من موقع الحادث في الضاحية العاشرة في العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي شوقي أمين. تحياتي شوقي، ضعنا في صورة آخر المعلومات حتى خاصة بعد حديث وسائل الإعلام عن القبض على منفذ هذا الهجوم، وما الذي يتوفر من معلومات حتى اللحظة؟ مرحبا ديما، نحن نتواجد في الفعل في مكان الحادث كما ترين. لا تزال قوات الأمن هنا مرابطة بعين المكان في انتظار ربما وصول وزير الداخلية جيرار دغمنا للحديث هنا لوسائل الإعلام الكثيرة هنا التي تتابع هذا الحادث. كانت وكيلة الجمهورية لدى قضاء باريس لور بيكو قد تحدثت إلينا وأكدت على أن هناك مقتل 3 أشخاص في هذا الحادث وجريحان في حالة حرجة. على شخص لو عن هوية الفاعل تقول أن حتى هذه اللحظة التحقيقات تتعمق في الحقيقة في الدوافع التي أدت هذا الشخص إلى ارتكاب ما سمته هذه المجزرة في وضح النهار هنا في الدائرة العاشرة في قلب باريس. هذه الدائرة التي تعرف جالية كردية كثيرة، هناك محلات كثيرة هنا تجارية و أيضا أمكنة للتسوق للجالية الكردية، وهناك أيضا يتواجد المركز الثقافي الكردي أحمد كايا. نتذكر وكانت أيضا في هذا السياق ديما عمدة أو رئيسة بلدية الدائرة العاشرة أكدت لقناتنا للتلفزيون العربي بأن هذا يذكرنا بذلك الحادث الأليم الذي وقع منذ أكثر من 10 سنوات في هذا المركز تحديدا، حيث تم اغتيال 3 مناضلات كرديات من هوية ومن ثقافة كردية ومن جنسية كردية في هذا المكان. والأمل هو أن لا يكون ويتكرر هذه الجريمة أو لا تكون على الأقل هذه الجريمة على علاقة بالجالية الكردية. الذي نعرفه عن الشخص أيضا أنه يبلغ من العمر 69 عاما، هو من مواليد 1953، هو سائق قطار سابق ولا يسكن هنا في الدائرة العاشرة. الشهود الذين التقيناها في الحقيقة سمعوا فقط طلقات النيران وقد سعقوا في الحقيقة للوابل من هذه الطلقات، خاصة وأن الشرطة لاحقت الفاعل وقد أصابته بجروح وهو تحت العناية المركزة. ومن الصعوبة بمكان الآن ربما استنطاقه حتى يمتثل إلى الشفاء والتعافي. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شوقي أمين، مراسل تلفزيون العربي من الضاحية العاشرة في باريس.